المفروض ان الكول بتيجي على ال 1 2 3 وبعد كده بيحصل فلتريشن الكولز. ان حضرتك عارف ان معدل الكولز بيبقى عالي قوي, بيروح على الديسباتشنج اللي هو بيحرك عربيه الاسعاف ثرو كل ده ثرو الشبكه الوطنيه. كل الداتا دي اللي موجوده على الكات سيستم اللي هو الكمبيوتر ايدد ديسباتشنج سيستم اللي هو بيستقبل المكالمات وبعد كده يحرك سيارات الاسعاف, كلها معمول لها ستورج في البي 1. دي اول داتا ميديكال داتا اتعمل لها ستورج مركز البيانات, مركز البيانات بتاع الشبكه الوطنيه هو الداتا بتاعت الاسعاف. كل اليونتس اللي موجوده قدام سيارتك من اول السكوتر الاي كلاس, السيارات العاديه, السيارات الهايلي اللي هي بتاعت الانفكشس ديزيز والبحر, واللي عندنا المارين امبولانس اللي هو اللانشات ال11 لانش اللي على مجرى نهر النيل, وان شاء الله اللانش اول لانش بحري هيكون نزل مع هيئه قناه السويس. بيصنع لنا دلوقتي عدد كام؟ ست لانشات عشان نقدر نغطي الغردقه عشان برضو المشاكل اللي ممكن تحصل فينا بقى موجودين. وده برضو سورس اوف انفستمنت للمؤسسه, لان اللانشات البحريه الكوست بتاعها بتاع الريت بتاعها ان دولارز زي ما حضرتك عارف. هما مراكز الغطس والحاجات دي يا فندم بيتعاقدوا معانا بحيث ان احنا نقدر نهم. زمن التقاطر قد ايه دلوقتي يا عم, او زمن الاستجابه زمن الوصول على قد ايه؟ احنا بنشتغل يا فندم على الثمان دقائق دول على الهاي ويز, احنا بنحقق الثمان دقائق. جوه المدن عشان الترافيك احنا بنقول ان 75% من الكولز اللي بتيجي الاسعاف توصل في الثمان دقائق دول. في 25% اللي هو بيبقى فيه ترافيك عالي, بيبقى فيه جام شويه, في طبعا المحاور الجديده احنا بنعمل انا اسف يعني في التسميه بنقول هنحط الاستيشنز رجل غراب كل 25 كيلو على جنب ستيشن وعلى جنب تاني ستيشن. تدريب الكوادر بنعملها سواء في المركز الرئيسي في 6 اكتوبر او اللي احنا بنبعته من اليابان. احنا عندنا المركز عندنا مركز التدريب بتاع هيئه الاسعاف معتمد من الامريكان هارت, من جمعيه القلب الامريكيه, معتمد من تنظيم الاداره هنا في مصر, واخد الايزو 9000 واحد هياخد الايزو 12000. عندنا اتفاقيه مع جامعه كوكش كان في اليابان, دربنا عندهم لحد دلوقتي اكتر من 6 باتشات. عندنا اتفاقيه مع فاينمان ومع الاسعاف الالماني, بنطلع باتش كل شهرين تقريبا بتتدرب هناك. في توأمه اتعملت ما بيننا وما بين الهلال الاحمر السعودي, هم جم خدوا تدريب عندنا هنا, سلطنه عمان اتدربت عندنا هنا في مصر. عندنا تو ريكويستس من زامبيا ومن اثيوبيا لتدريب الكوادر البشريه, وليبيا نفس القصه. ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا. ممكن نرفع الوضع حسب قرار الطبيب, وضع وصف جالس, ممكن نرفع من اسفل, ممكن نعمل بلوك على الترولي ونثبته عشان حالات سي بي ار. وبصراحه يا فندم استفاده كبيره جدا, واحنا بنشكر معاليك ومعالي الوزير وطول عمر ان احنا التفاعلات المتكرره اللي بتروح اليابان بنستفاد استفاده كبيره جدا. ممكن ننقل خبراتنا ليهم برضه على فكره, هم يعني مبهورين برضه مستوانا هناك, واحنا برضه بناخد خبراتهم ننقلهم لزملائنا هنا. وفي اداره تدريب هنا في الهيئه قايمه بدور كبير جدا برضه انها بتستعملنا مساعد مدرب. 6 اكتوبر ارقى مركز تدريب على مستوى يمكن المنطقه كلها.